بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي، أضم شكاتك العطشان حل لآخذها إلى الرأي الرشيد. لربك رحمة تسع البرايا، وما خابت دموعك في ودودي، فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي، أضم شكاتك العطشان حل لآخذها إلى الرأي الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، وأتمنى أن تصلك رسالتي دون أن تغرق بين عشرات الرسائل التي تصلك، وأتمنى ألا تهمشها لأن صاحبها سئم من التهميش في حياته. أنا يا أخي باختصار لا أحب نفسي، أحتقرها، أخجل منها، لا أثق فيها، أنا أكرهها، وكيف لي أن أحبها وأنا سمين أصلع يسخر مني كل من حولي؟ أنا باختصار بسهولة أحرج وببساطة أجرح، أشعر أن من حولي لا يتقبلني، لا أحب اللقاءات والمناسبات، وأتهرب منها لأدنى سبب. حاولت التخفيف من وزني بكل الطرق ونجحت، ولكنني غير مقتنع بشكلي حتى الآن. أريد وضع تقويم لأسناني وزرع شعر في مقدمة رأسي، ليتني كنت أجمل، كنت أطول، كنت أفضل. حاولت ردم النقص وإخفاء العيوب، فأكثرت من شراء كل غريب وجديد، ولبست كل غال ونفيس، فأشعر بالثقة قليلا ومؤقتا، ولكن أي نظرة سابرة أو كلمة عابرة يمكن لها أن تهزني. أخي الكريم، كيف أغير نفسي؟ كيف أحسن شكلي؟ كيف أرضى عن ذاتي؟ كيف يحترمني الناس؟ فكرت أن أكمل دراستي لأحصل على الدكتوراه، وفكرت أن أنجز في عملي لأبلغ منصبا يجبرهم على احترامي ومعرفة قدري. لا أدري ماذا أفعل، أرجوك لا تهمشني، فالألم ينهشني. فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، وشكرا لتواصلك. قرأت رسالتك بعين قلبي التي لا تغرها المظاهر ولا تهمها المناصب. أيها الرجل المبارك، الاحترام حين يفرض لا يرفض. احترام الآخرين لك هو نتيجة لاحترامك لنفسك، وقبولهم لك مقرون بقبولك لنفسك. هناك من لا يقبل شكله، هناك من لا يقبل قبيلته، هناك من لا يقبل لونه، وهناك من يستحي من جنسيته. وأقسى أنواع الرفض ألا تقبل ذاتك. أيها الشهم النبيل،
قد يكون الناس مرآة لنا نرى من خلالهم أنفسنا، ولكن يا صديقي المرآة قد تكون منحنية أحياناً فتظهرنا أكبر أو أصغر من حقيقتنا. قد تكون المرآة متسخة فنظن أن الوسخ في وجوهنا، فنجتهد في تنظيف البقعة المتوهمة حتى نترك ندبا حقيقيا في وجوهنا. صدقني يا صديقي، الحل يبدأ منك وينتهي إليك. أنت بحاجة إلى أن تتقبل ذاتك وترضى بها. تقبل ذاتك بما فيها، فأنت لا تستطيع أن تغيرها. تقبل طولك وشكلك وبشرتك وصوتك، تقبل صلعتك وكرشتك، تقبل بثورك وحروقك، تقبل حجم أنفك ونوعية شعرك ودرجة لونك، تقبل أسرتك وعرقك ومستوى ذكائك، تقبل غناك أو فقرك، صحتك أو مرضك، تقبل زوجتك، تقبل أبنائك، تقبل أخطائك، تقبل ماضيك، تقبل حاضرك، تقبل كلك بما فيك من جيد وسيء. افرح بإيجابياتك واستثمرها، واعترف بسلبياتك وعيوبك وأصلحها، ولا تبالغ في التحسس منها. ثم قم بتحسين ما يمكن تحسينه وتغيير ما يمكن تغييره. فنحن لا نستطيع أن نغير ذواتنا، ولكننا قادرون بإذن الله أن نغير فيها ونصلحها. التقبل يا صديقي لا يعني القبول المطلق لعيوبنا، بل أن تتقبل ما لا يمكن تغييره. أتقبل العيب في النطق إن كان خلقيا، ولا أقبل ضعفي في القراءة لأنه أمر يمكن تغييره وتحسينه. أتقبل نوعية صوتي، ولكن لا أتقبل طريقتي الخاطئة في الكلام. أتقبل وزني الزائد، ولا أجعله مصدرا لتعاستي ومسألة حياة أو موت. أتقبله وأرضى به، ثم أسعى لإنقاصه لأكون راضيا أثناء سعيي في تخسيسه، سعيدا بعد نجاحي في إنقاصه. احمد الله واشكره، وغير ما يمكن تغييره، وتعايش مع ما لا يمكن تحسينه، ولا تقارن نفسك بأحد، فأنت نسيج وحدك. يوجد من هو أقل منك أو أفضل منك، ولكن أبدا 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 لا يوجد مثلك. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أليست المبالغة في التجمل وإظهار المحاسن استعراضاً بالمظهر وتسويقاً للنفس من خلال الجسد لتحصل على القبول والاستحسان؟ يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أيتها المسلمة العفيفة، أيها الرجل الشهم، من اعتمد على شكله فقط فإن بثورا صغيرة في خده قادرة على جعله يتوارى عن أنظار الناس ليالي وأيام. يقول ماكسويل مالتز، وهو طبيب متخصص في عمليات التجميل، يقول: الذي دعاني لتأليف كتاب النفسي هو رغبتي في مساعدة الرجال والنساء الذين يأتون إلي ليجملوا أشكالهم، فمعاناتهم الحقيقية في نظرتهم تجاه ذواتهم وليس في شفاههم وحجم أنوفهم. فتحول من طبيب يجمل الجسد إلى طبيب يعالج النفس. وقد لا يكتفي الإنسان بوضع المكياج على وجهه فقط، بل يضعه على نفسه أحيانا، فتجده يدعي ما لا يعلم، وربما كلف نفسه ديونا ليبدو في مستوى أعلى، وربما اشترى شهادة ليقال له يا دكتور فلان، ونسي المسكين أن البضاعة المقلدة يسهل اكتشافها عند من يتفحصها. يا صديقي، المنصب لا يرفعك، اللقب لا يقدمك، الشهادة لا تجملك، فمن لم ترفعه أخلاقه فلن تفيده أوراقه. إن اهتمامنا بمناصبنا وشهاداتنا وألقابنا ألقابنا في حفرة التزييف والخداع، خداع الذات قبل الناس. صديقي، يا من كرمه الله وصوره وخلقه في أحسن تقويم، عندما تكون جميلا وجذابا ورائعا من الداخل فلن تهتم كثيرا بمظهرك ولا مركبك ولا منصبك. انظر إلى بعض العلماء والعباقرة، كيف لا يكون للمظاهر والملابس والمراكب عندهم قيمة؟ لأن شعورهم الداخلي يغنيهم عن كل القشور والأقنعة والأصباغ الخادعة. أنا لا أدعو إلى أن نهمل مظاهرنا، ولكن ألا تكون هي ما نقدم به أنفسنا للناس. فالإنسان الذي لا يتقبل ذاته يشعر بالخجل منها، لأنها لم تحقق المعايير التي وضعت في تصوراته أو سمع عنها أو ألفها منتشرة في مجتمعه. معايير وصفات من صنع البشر وضعتها المجتمعات وشكلتها الثقافات، فلست ملزما بالاحتكام إليها ولا التعامل معها على أنها حقائق، بدونها تصبح إنسانا قبيحا أو ناقصا.
كانت العرب في السابق تمدح الصلع وترى أنه من السؤدد، بل كان الشريف منهم ينتف شعره ليكون أصلعا، وتكون صلعته مصدر شرفه الذي يظهره لا مصدر قبحه الذي يخفيه ويتحرج منه. ثم تبدلت المعايير وأصبح الصلع قبحا وعيبا، إنها معايير البشر. فالصلع كان عند العرب سؤدد وبطولة، والكرش عند الهنود رجولة، وحجم الأنف في بعض أفريقيا جمال، وضخامة مقدمة الأسنان في الأسكيم من أفضل الخصال. كانت زيادة الوزن في المرأة من محاسنها، والآن أصبح مذمة وعيبا. كان الشيب في السابق عيب، أما الآن فأصبح موضة يتظاهر به من يفقده. لماذا هذا التحول؟ لأنها مقاييس البشر تتبدل بتبدل الأحوال والأيام. إذن ما المقياس الفعلي؟ وأين الحقيقة المتكاملة؟ الحقيقة يا صديقي تجدها في قول الله جل جلاله: إن أكرمكم عند الله ليس أطولكم ولا أجملكم ولا أحسنكم ولا ألبسكم للماركات، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خرج رجل من أغنياء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إنك أن ينكح، وإن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إنك ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا، أي الثاني، خير من ملء الأرض من هذا، لأن موازين الخالق مختلفة عن موازين المخلوقين. قد ينتقصك الناس وقد يؤذونك ولا يضعون لك قيمة ولا اعتبارا، لا تهتم كثيرا، فالعبرة بقيمتك عند الله لا عندهم، هذا هو الميزان الحقيقي. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كم من وجيه في الدنيا وضيع عند الله، وهذا هو الخسران الحقيقي. تقبل ذاتك مهما قيل عنها وفيها ولها، تقبل ذاتك وأصلح ما يمكن إصلاحه ويلزم تغييره، تقبل ذاتك واعترف بنقصك وجهلك وخطأك ولا تحاول أن تخفيه، فتنشغل به عما هو أهم وأولى، لأن محاولة إخفاء بعض النقص أشبه بمن يحاول أن يخفي كرة تطفو على سطح البحر، إن ضغطها من هنا خرجت له من هنا، وإن أنزلها من هنا ارتفعت من مكان آخر، وهكذا الخداع ومحاولة التظاهر. تقبل ذاتك مهما كانت، وإياك أن تخدع نفسك، فإذا حرمت جمال الخلق فلا تحرم نفسك جمال الخلق وجمال المعرفة وجمال التعامل وجمال الدين. يقول عنترة: إن كنت عبدا فإني سيد كرما أو أسود اللون، إني أبيض الخلق. وتذكر أن الكثير من العظماء وممن ترك أثرا وممن أحبهم الناس لم تكن الوسامة إحدى صفاتهم، بل ربما كانوا من أصحاب العاهات. يقول كارنيجي: بعد أن درست وتعمقت في حياة البارزين زادت قناعتي بأن نجاحهم يعود إلى إصاباتهم بعاهات دفعتهم إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من المجد. وتقول العرب: كل ذي عاهة جبار. عبد الله بن أم مكتوم الذي زكاه الله جل جلاله أعمى، وعبد الرحمن بن عوف أعرج، معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أعرج، الترمذي أعمى، عطاء بن رباح مفتي الحرم الذي قال عنه حبر الأمة بن عباس: تجتمعون إلي يا أهل مكة وفيكم عطاء، عطاء هذا أيها الكريم كان دميما، أجدع الأنف، أعور أفطس، أعرج أشل، ولكنه كان صحيح العقل والقلب. الشاعر أبو العتاهية كان دميما، الفيلسوف سقراط كان قبيحا، الأديب الرافع أصابه الصمم في الثلاثين، الأحنف السيد الحليم الذي إذا رفع سيفه رفع معه 100,000 فارس سيوفهم لا يسألونه لما رفع، وفيما غضب كان معوج القدمين، دميما قصيرا جدا، ولكنه تقبل خلقه وجمل خلقه فساد قومه. فإذا كنت قصير القامة فكن ذا قيمة لتكون عملاقا في أعين الناس. محمد ابن إبراهيم كان أعمى، ابن حميد كان أعمى، ابن باز كان أعمى، رحمهم الله جميعا بقدر ما أناروا لنا الطريق. أخيرا تأمل في غنة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
والتي تحولت إلى نغمة تطرب لها الآذان. تقبل ذاته ونفع أمته، فتقبله الناس وقبلوه وقبلوه على يده ورأسه. تقبل ذاتك، فقيمتك ليس في شكلك، فالله لا ينظر إلى الصور والأشكال، بل ينظر في القلوب والأعمال. هذا أنا، ولدت هكذا، خلقني الله في أحسن تقويم وصورني وأكرمني، هذا قدري وهذا ما أبدو عليه وهذا ما لدي. سوف أغير ما أستطيع تغييره، وأتقبل ما لا أستطيع تغييره، وأفعل ما يجب علي فعله كي أصبح كما أريد وأكون كما أتمنى. إن الرغبة في الكمال ومحاولة الوصول إلى أفضل حال ومعالجة القصور واستكمال النقص والظهور بمظهر حسن ينبغي أن يكون طموحاً نسعى له، لا نقصاً ينبغي إخفاؤه أو عيباً يتوجب ردمه أو نتوءاً يلزم كشطه. ولا كمال ولا جمال ولا خصال أكمل من أن تكون عبداً صالحاً لله، فهذا والله ما يستحق أن تفخر به. ضحك بعضهم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. حين اتجهوا إلى جسده اتجه صلى الله عليه وسلم إلى روحه، فهي الميزان الحقيقي. ومن خلق من التراب وعاش على التراب فمرده التراب، وإلى الله المآب وعليه الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقيمتك الحقيقية بقدر نفعك، وعلوك بقدر همتك، ومنزلتك بقدر تقواك. ومن يهن الله فما له من مكرم. أخي الكريم، انظر إلى المرآة وابتسم لنفسك، فجمال روحك هو ما نحبه فيك. أصافحه فيسري في وليدي.